الإسلام أو الإيمان؟ الدين ثلاث درجات كما في حديث جبريل. الأولى الإسلام وهو العمل الظاهر، الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، هذه أركان الإسلام. والإسلام أوسع، يعني كل ما أمر الله جل وعلا به فهو من الإسلام. ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وشره، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالإسلام واسع، لكن هذه أركانه التي يقوم عليها. المرتبة الثانية الإيمان. الإيمان وهي أخص من الإسلام، هي الأعمال الظاهرة، الأعمال بالقلب. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. المرتبة الثالثة هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. فالإسلام أولا الإسلام، ثم فوقه الإيمان، ثم فوقه الإحسان. نعم. في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم، الأعراب جاءوا من اليمامة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا يا محمد. قال الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم بشرهم وقال والله غفور رحيم. لكن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وغض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهم رفعوا أصواتهم بحكم أنهم أعراب ما تأدبوا بآداب الإسلام الكاملة، فقالوا يا محمد اخرج علينا. فالله أنكر عليهم، قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ، هذا السائل يقول